لكن ما تفوقش على باسم علي. قطع الكرة ونقلوها في اتجاه مامادو نياس، هجمة مرتدة، نياس المورو الثاني في البعيدة، جول أول عن طريق ذياب الجبل، عن طريق المورو الثاني. مامادو نياس يسجل هدفه الأول مع فريق المقاولون العرب القادم من فريق الإنتاج الحربي. إذن عملية الإنتاج نجحت وبامتياز. أخيرا حدث ارتجاج لشباك الحارس عامر عامر في الدقيقة 27 من كونتر اتاك من سلاح فتاك من كريم مصطفى. كرة أرسلها في اتجاه مامادو نياس، تفوق على الدفاع، خرج عامر عامر لإغلاق الزاوية لحرمانه من هز الشباك، ولكن في الدقيقة 27 أخيرا ترجمها، أخيرا حنت في الشبكة، رنت نعم، اتجهت وغنت لصالح ذئاب الجبل. كريم مصطفى تمريرة في المكان المناسب للرجل المناسب لصاحب الطول الفارع، انطلق وعدى وتغلب على خالد محمود البدري، هو اللي كان فارض عليه الرقابة، ولكن في سباق سرعة في الثلاثين متر الأخيرة كان التفوق لصالح اللاعب اللي أمامنا هنا على صوت، لصالح أحمد عبد العزيز زيزو الظهير الأيسر، يلعب عالية وضربة الراس، جول مامادو نياس، وبضربة راس يضع الكرة في شباك الحارس ما بينه وبين الحارس عامر. الكل احتاس، ولكن هو مامادو نياس براسية في الشباك مع الدقيقة 30 يترجم الكرة إلى هدف، الأولى بالقدم والثانية بالراس، وعلى يسار الحارس عامر عامر خدعته، وفي الشبكة سكنت الزاوية اليسرى للحارس عامر عامر بعد ارتقاء من على نقطة مامادو، رغم انتظار محمد سمير للكرة، إلا إن خلاص مامادو هو اللي فاز بالكرة. مامادو نياس القناص كان أدار لقاء اللقاء العرب فاز فيه على فريق البنك الأهلي بهدف واحد مقابل لا شيء. كرة ثابتة لصالح سيراميكا كليوباترا، لكن يلغى الهدف، يلغى الهدف بحجة التسلل، واحتسبها هدف احمد الغندور. ضرب على سيراميكا كليوباترا، هذه الكرة تعبت عالية عالية، والرأسية اللي كانت من المدافع محمود البدري على ما يبدو هو محمود البدري، ما كانش احمد محسن، محمود اللي لمس الكرة من خلف احمد محسن واتلعبت جال يسرى، استلم على الصدر شادي حسين بكعب القدم الى مصطفى ميسي الى باسم، يا حاسم باسم الحاسم في الدقيقة 74 ركب الكورة صح، مهاجم صريح يضع الكورة، لكن يا سلام على ابداعات شادي حسين بكعب القدم، روعة جميلة ثم عرضية متقنة من مصطفى ميسي على رأس الحاسم باسم لتبتسم له الساحرة المستديرة، يضع الكرة على يمين محمود أبو السعود اللي اكتفى بالمشاهدة وبالفرجة في كرة سكنت على يمينه.